السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول. والنهاردة هنبتدي نشرح theme 2 أو المحور الثاني، The world around me, taking care of our world أو الاهتمام بعالمنا. وهنبتدي نشرح unit 4 أو الوحدة الرابعة، in the wild أو في البرية، في الحياة البرية. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا lesson 1 و lesson 2 موجود فيهم كلمات جديدة، فبيقول لنا هنا، بيكلمنا هنا عن الانيمالز، لان احنا بنتكلم عن البرية او الحياة البرية، فانيمالز يعني حيوانات. فاول حاجة بيكلمنا عنها الفينك فوكس او ثعلب الفنك، وطبعا سلوث او حيوان الكسلان، سلوث او حيوان الكسلان، شمبانزي يعني الشمبانزي اللي هو القرد الكبير ده، كوبرا اللي هي ثعبان الكوبرا، ماكاو اللي هو بغبغاء أمريكي ضخم، ماكاو، سي لايون اللي هو أسد البحر، سبايدر مونكي قرد العنكبوت، تشيتا يعني الفهد الصياد، سكويرل يعني سنجاب، كرايفيش اللي هو جراد البحر، سلطعون، Egyptian goes اللي هي أوذة مصرية، turtle يعني سلحفاة، owl يعني owl، ومول اللي هو حيوان الخلد، اللي هو الحيوان اللي بيقعد الخلد اللي هو بيقعد يعمل حفر جنب الأنهار والحاجات دي. عندنا كمان extra vocabulary أو كلمات زيادة في موجودة عندنا، webcam يعني كاميرا ويب اللي هي الكاميرا بتاعت الانترنت، slowly يعني ببطء، hole يعني فتحة، nest يعني عش، safely يعني بأمان، worm يعني دافئ، ground يعني أرض، Wildlife Park يعني حديقة الحياة البرية، Burrow يعني جحر، Burrow يعني جحر، Difficult يعني صعب، Leaves يعني أوراق الشجر، Shelter يعني مأوى. طبعا عندنا بعض الافعال لازم نحفظها بالتصريف بتاعها، طبعا الكلام ده كله حفظ، هنا حفظ هام كمان، وده حفظ، وكمان تصريف الافعال دي حفظ هام جدا، لان طبعا دي حاجه تقعد معاك لحد ما تخلص جامعه ان شاء الله. فهنا طبعا عندنا hunt يصطاد، hunted اصطاد، gather يتجمع، gathered تجمع، chase يعني يطارد، chased يعني طارد، behave يعني يتصرف، behaved يعني تصرف، dig يعني يحفر، dug يعني حفرة، hide يعني يختبئ، hide head head يعني اختبأ،
build يعني يبني، built يعني بنى، think يعني أعتقد، thought يعني أعتقد. طبعاً عندنا كمان في important expressions and prepositions أو حروف جر هامة وتعريفات هامة. فلما مثلاً يعجبني حاجة بقول that's a great idea. That's a great idea يعني إنها فكرة جيدة. That's a great idea. بالقرب من، close to يعني بالقرب من. In the daytime يعني في وقت النهار. able to يعني قادر على. come out يعني يخرج. live in يعني يعيش في. طبعا هنا اللي تحت ده هو homework، ان انت تكتب اسم كل حيوان من الحيوانات دي. في عندنا هنا listening and reading، استمع وبعدين اقرا. طبعا احنا قلنا لازم نتدرب على الريدنج علشان بعد كده هنقرا لوحدينا وهيبقى عندنا exams وامتحانات. فبيقول لك هنا listen read and role play، استمع واقرا وبعدين اعمل لعبة تبادل الادوار. فبيقول لك هنا في رقم واحد، طبعا ده ديالوج بين اصدقائنا. في number one بيقول لنا it was great at the wildlife park yesterday wasn't it، يعني كان يوم رائع في حديقة الحياة البرية بالأمس أليس كذلك؟ هي بتسأله بتقول له كده، فهو بيقول لها yes it was I loved it. أنا حبيت seeing the chimpanzee إن أنا أشوف الشمبانزي. في number three بتقول له I thought أنا أعتقد the sloth اللي هو حيوان الكسلان was great كان جميل كان رائع. it moves very slowly هو بيتحرك ببطء شديد. في number four بيقول لها let's look on the wildlife park webcam خلينا نبص على الكاميرا الويب الخاصة بحديقة الحديقة الحياة البرية we might see it again احنا ممكن نشوفهم مرة تانية. فهي بتقول له yes نعم that's a great idea دي فكرة رائعة. طبعا هنا the homework. لهنا بتكلم هنا بتعمل complete. فطبعا the homework. هنا عندنا reading برضو في الجزء ده. فبيقول لنا هنا look and read انظر واقرا. when we visit a wildlife park لما احنا بنزور حديقة الحياة البرية we can learn how animals behave احنا بنقدر نتعلم ازاي الحيوانات بتتصرف by watching بان احنا بنشاهد what they do هم بيعملوا ايه in the wildlife parks في الحياة في حدائق الحياة البرية. animals live in places which are close to their natural habitat الحيوانات في الأماكن دي بتعيش في places في أماكن which are close اللي هي قريبة من to their natural habitat مواطنها الطبيعية. يعني لو حيوان جاي من بيئة فيها مية بيحطوا له المية في المكان اللي هو قاعد فيه في الوايلد لايف بارك أو في حديقة الحياة البرية بحيث إن هو ما يحسش إن هو في مكان غريب. فده اسمه close to their natural habitats أو إن هو تبقى في مكان قريب قوي من الناتشرال هابيتات أو من الموطن الأصلي بتاعه الموطن الطبيعي بتاعه. but ولكن how do animals إزاي الأنيمالز behave in the wild بيتصرفوا في البرية في الحياة البرية الحقيقية. طبعا انتوا هتسمعوا الكلام ده وتعملوا pause للفيديو وتقروا لوحدكم لان لازم نعمل reading ونتعلم نعمل reading لوحدنا. اقروا. animals live in habitats where they can get food and water and live safely
Animals take shelter so they can stay warm, be safe from other animals, and protect their families. يبقى هنا الحيوانات بتعيش في المواطن بتاعتها وفي الأماكن اللي يقدروا يجيبوا منها الطعام والمية وطبعا يعيشوا بأمان. وطبعا الـ animals take shelter يعني بيبقى عندهم مأوى، مكان يعيشوا فيه، بيت يعيشوا فيه. So they can stay warm، علشان كده يقدروا يقعدوا دافيين ويقدروا يكونوا safe أو في أمان من الحيوانات التانية، و protect their families، وكمان يحموا الأسر بتاعتهم. في الصورة التانية بيقول لك Lots of birds build nests in trees. They use grass sticks and leaves. أغلب الطيور بتعمل nests. nests يعني أعشاش. In trees في الأشجار. They use grass اللي هو العشب و grass sticks العصيان الأعواد and leaves وأوراق الشجر. في الصورة الثالثة بيقول لنا Other birds such as owls live in holes in trees. They don't make holes, they find them. هما ما بيصنعوش الهولز أو الثقوب اللي بيعيشوا فيها في الأشجار، هما بيدوروا عليها لحد ما يلاقوها ويعيشوا جواها، ما بيعملوش نيستس زي الطيور التانية. يبقى الأولز بتعيش في هولز في الأشجار، ما بتعملش نيستس زي الطيور التانية، ودي معلومة جميلة. في picture number 4 Foxes and rabbits dig burrows in the ground. They can take shelter here. They dig in earth or sand. هما بيحفروا البروز الجحور بتاعتهم تحت في الأرض، وعلشان كده يقدروا يعيشوا جواها، وبيحفروا في الرمال كمان. في number 5 بيقول لنا Crayfish live in rivers. They hide under rocks in the daytime and come out to find food at night. الكرايفيش اللي هي السلطعون ده بيعيش في الأنهار وبيستخبى تحت الصخور في الأنهار في المية، وطبعا ده في وقت النهار بس، بالليل بيطلعوا عشان خاطر يدوروا على الطعام بتاعهم at night أو بالليل. Number 6 بيقول لنا Lions and cheetahs hunt other animals to eat. Sometimes it is difficult to get food. طبعا اللاينز والشيتاز الأسود والفهود بتاعت الصيد hunt بيصطادوا الأذر أنيمالز أو الحيوانات التانية to eat علشان ياكلوها. Sometimes أحيانا it's difficult to get food، بيبقى صعب عليهم إن هم يحصلوا على الطعام إن هم يصطادوا. في number 7 بيقول لنا Penguins gather in a large group called A colony. Colony. Colony اللي هي مستعمرة. To keep warm, thousands of penguins can live together. طبعا ايه الاف البنجوينز او البطاريق بتعيش مع بعض. طبعا colony دي مستعمرة، ودي كلمة جميلة وجديدة. طبعا هنا مدي لك الكلمات دي عشان تحفظها، تكملها وتحفظها، وده homework. ونروح لـ lesson 3 أو الدرس السادس أو الدرس الثالث. فهنا عندنا بعض الكلمات عايزين نقراها مع بعض ونحفظها، طبعا دي حفظ. climb trees climb tree، البي هنا silent. climb tree يعني يتسلق الأشجار. live in Africa live in Africa live in Africa يعيش في أفريقيا. eat grass يأكل حشائش يأكل حشائش. swim in the river يسبح في النهر. build a nest يبني عش build a nest build a nest يبني عش. blue whale الحوت الأزرق. تمام شاطر. هنا عندنا طبعا بيجيب لك الديالوج الجميل ده، فبيقول لك هنا
look look listen and read اقرا انظر واستمع وبعدين اقرا. فصديقتنا هنا بتقول Welcome to the animal show. Look, what do you know about this animal? What do elephants eat? طبعا هي بتقول له تعالى اهلا وسهلا. فبتقول له مرحبا بك في عرض الحيوانات. تعالى نشوف انت انظر ماذا تعرف عن هذا الحيوان. الافيال بتاكل ايه؟ ماذا تاكل الافيال؟ فهو بيرد عليها وبيقول لها They are very big but I don't think they eat meat. I think they might eat grass. هم كبار جدا عشان كده انا بس انا ما اعتقدش ان هم بياكلوا لحمة. اعتقد ان هم بياكلوا الحشائش. فهي بترد عليه وبتقول له Correct. Look, next is the elephant, the biggest animal in the world. صح حسنا. التالي هو الفيل هو اكبر حيوان في العالم ولا لا؟ هو تاني اكبر حيوان. هل الفيل هو اكبر حيوان في العالم ولا لا؟ No, I don't think it is. I think blue whale might be the biggest animal in the world. انا ما اعتقدش لان اعتقد ان الحوت الازرق او الحيتان الزرقاء هم اكبر حيوانات في العالم. Correct. Again, last question. Elephants can swim, true or false? السؤال الثالث، هل يا ترى الافيال بتعرف تسبح ولا لا؟ Well, they don't live near the sea, so I think they might not be able to swim. هم بيقول لها حسنا هم ما بيعيشوش جنب البحر فعشان كده اعتقد ان هم ما بيعرفوش السباحه. That is incorrect. Elephants can swim in rivers very well. بتقول له لا ده غلط لان الافيال بتسبح في الانهار بشكل جيد جدا. طبعا دي معلومات جميله قوي احنا عرفناها عن الاليفنتس او الافيال. طبعا هنا عندنا جزء ده حفظ ازاي نستخدم مايت لما بنتكلم عن عدم التأكد. might يعني ربما. ف we use might when we are not sure. احنا غير متأكدين. about something على عن شيء ما. فبنستخدم might لما بنبقاش متأكدين عن حاجة معينة. فبيقول مثلا في affirmative statements أو الجمل الخبرية المثبتة subject بعدين might بعدين الفعل في المصدر او الverb في الانفينيتيف. فهنا بنقول ازاي it might eat grass هي ربما بتاكل الحشائش. ف might دايما بيجي بعد منها الverb في الانفينيتيف. get eat اهي الverb فين في الانفينيتيف. طيب لو negative statement بتيجي برضو subject بعدين might not بعدين برضو الverb في الانفينيتيف فيبقى might أو might not بيجي بعد ما الverb في الانفينيتيف أو الفعل في المصدر. it might not climb trees هي ربما لا تستطيع لا تتسلق الأشجار. هي ربما لا تتسلق الأشجار. فمدينا جملة هنا على might و might not. it might live in Africa هي ربما بتعيش في أفريقيا. وليف هنا في المصدر. I think it might not be able to swim. أعتقد إن هي غير قادرة على السباحة. الأسئلة اللي تحت هنا homework. المهم إن أنت تبقى عارف إن might و might not بيجي بعد منهم الفعل في الانفينيتيف أو في المصدر وإن هما بيعبروا عن عملية عن عدم التأكد إن أنت not sure about something أو عن شيء ما. طبعا ده هوم وورك. ونروح لليسون 4 و 5 وطبعا هنا عندنا بعض الكلمات الجديدة لازم نحفظها. فعندنا الهابيتاتس او المواطن. habitats أو المواطن أماكن الحياة بتاعت المواطن أو البيئات اللي بيعيش فيها الحيوانات والكائنات الحية. أول حاجة polar habitat
polar habitat أو موطن قطبي. rainforest rainforest غابة مطيرة. wetland wetland أرض رطبة. desert صحراء. desert صحراء. grassland مرعى. مرعى اللي هي الأرض فيها الحشائش. Africa fox لا Arctic fox. Arctic fox ثعلب القطب الشمالي مش ثعلب العادي، ثعلب أبيض كده بيعيش في وسط التلج، ده اسمه Arctic fox. wolf يعني ذئب. طبعا عندنا كمان كلمات تانية لازم نحفظها. particular particular يعني محدد خاص. climate مناخ. landscape 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 منظر طبيعي. tropical استوائي. wet رب. swamp مستنقع. swamp مستنقع. fur فراء. feather ريشة. conditions شروط. point نقطة. imaginary imaginary يعني خيالي يعني وهمي. middle وسط. sunshine أشعة الشمس. map خريطة. طبعا عندنا كمان expressions و prepositions. part of يعني جزء من. the middle of the earth يعني منتصف كوكب الأرض. around the world يعني حول العالم. on a map of the world يعني على خريطة العالم. بيقولنا هنا look and read أو انظر واقرأ. a habit is a place. a habitat. a habitat is a place with a particular kind of climate and landscape. three there are different habitats all over the world. they have different animals, plants and non-living organisms. non-living things. يبقى بيقول لك المواطن او موطن اللي بيعيش في الكائنات هو مكان فيه حاجات محدده زي الطقس وطبعا اللاندسكيبس او المناظر الطبيعيه هناك. there are different habitats في مواطن كتيره مختلفه all over the world حول العالم. هم كمان they have different animals فيها حيوانات مختلفه وplants ونباتات مختلفه وكمان non living things وحاجات غير حيه مختلفه. فبيقول لك هنا compare these three habitats أو قارن بين المواطن الثلاثة دول. أول حاجة بيكلمنا عنها البولر habitat أو الموطن القطبي اللي بيبقى فيه تلج في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. In a polar habitat there is snow and ice and everything looks white. There aren't any trees and the plants are small. Animals can take shelter in burrows. تمام ده ال polar habitat. تاني حاجة there are rainforests in warm tropical. tropical يعني استوائي يعني موجودة ناحية خط استواء وحر جدا. parts of the world lots of animals here live in the trees and they eat leaves and fruit. it is hot and sweet and the trees grow lots of fruit. تمام والأشجار هنا المكان ده حر ورطب والأشجار بتطلع فواكه كتير. الموطن الثالث اللي هو الويتلاند. a wetland can be wet all the time. wetlands can be near the sea or near a river. a swamp swamp يعني مستنقع is a wetland where there are lots of trees. the trees roots can be in the river and animals hide in them. تمام بيقول لنا هنا read and match each animal to its habitat. يعني انت هتقرا وبعدين هتوصل كل animal من animals دي بالhabitat بتاعه. اقرا كده. an architect fox is white.
It digs burrows in the ground. هل يا ترى بقى الأركتيك الأركتيك فوكس أو الثعلب القطبي ده بيعيش هنا ولا هنا ولا هنا؟ في البولر. في البولر، يبقى بيعيش في البولر اللي مليان آيس، يبقى نوصل ده بالبولر. A spider monkey eats fruit and lives in trees. Rainforest. Rainforest. فين الرينفورست؟ دي الويتلاند ودي الرينفورست، يبقى نوصلها بالرينفورست. Crayfish often live in dark warm water and take shelter in tree roots. في ال wetland. في ال wetland صح؟ Macaws have beautiful colored feathers. They eat fruit and leaves. Rainforest صح. Wolves have light colored fur. They eat rabbits and other animals that live on the ground. Wetland. لا في الرينفورست برضو. Turtles eat plants and animals in the water. And on land. الويتلاند. طبعا دي في الويتلاند زي ما احنا عارفين كلها. هنا بيكلمنا وبيقول لنا read and identify يعني اقرا وتعرف. Equator يعني خط الاستواء الاكواتر. والنورث ساوث بول، نورث ساوث بول اللي هو القطب الشمالي والجنوبي. الاكواتر او خط الاستواء an imaginary line، هو خط وهمي، خط في خيالنا. The hottest part of the world، الجزء الاكثر سخونه في العالم. The nearest to the sun، اقرب حاجه للشمس، هو الخط اللي بيلف الموجود حوالين الارض هنا، هو ده الاكواتر. عشان الارض بتبقى هنا اقرب حاجه للشمس، وهنا دي اكتر منطقه حاره في العالم، ده هو خط الاستواء عشان مكانه هو الاحمر. النورث اند ساوث بول او القطب الشمالي والجنوبي. The points at the farthest north south of the world، ابعد نقطتين في الشمال وجنوب حول العالم. The closest part of the world، the coldest part of the world، الجزء الأبرد من العالم. The farthest from the sun، أبعد جزئين عن الشمس. وطبعا هما مكانهم هنا، ده وده، دول البولز، دول البولز أو الأقطاب، النورث والساوث بولز أو القطب الشمالي والقطب الجنوبي. طبعا هنا بيقول لنا look and read. There are different habitats around the world because of the different climate and conditions. يعني الحالات الطقس المختلفة. Some parts of the world are cold and some are hot. بعض الأجزاء حر وبعض الأجزاء برد. الإكواتر أو خط الاستواء. This is an imaginary line all around the middle of the earth. خط خيالي، خط وهمي موجود حوالين الأرض، كرة الأرضية. North pole. This is the point at the farthest north of the world. ده North pole أو القطب الشمالي، ودي طبعا أبعد نقطة في الشمال. South pole. This is the point at the farthest south of the world. القطب الجنوبي هو هنا، طبعا دي أبعد نقطة في الجنوب. The equator gets the most sunshine. It is hot here for all 12 months of the year.
يعني هو حر طول السنة. The North and South Pole don't get a lot of shine. Sunshine. It is very cold in these parts of the world. We can see the different habitats on a map of the world. بيوري لك هنا على الماب ال different habitats. ال habitats الصحراوية ال desert بتلاقيها لونها أصفر، اللي فيها forest بتلاقيها لونها أخضر، اللي بتبقى hot بتلاقيها لونها أحمر، وهكذا. حتى بيقول لك هنا المفروض هو مخلي الديزرت احمر والرين فورست اخضر والبولر ابيض والجراسلاند هابيتات دي لونها اخضر فاتح. هنا ايجيبت بلدنا الحبيبه مصر طبعا عليها ستار واذر لونها اصفر. طبعا عندنا الاكتيفيتي 4 و5 ده هوم ورك. طبعا بكده نكون انهينا الدرس النهارده، وصلنا لبيج 198 او صفحه 198. اتمنى تكون استفدت من درس النهارده. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، لو اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعه بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.